أهلا بكم. قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقرار لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وأكد البنك المركزي أن القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسية النقدية، وأضاف أنه على الصعيد العالمي ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية وإن كان معدلاتها المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالميا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة. أعلنت الحكومة تسجيل صادرات مصر من البطاطس خلال الموسم التصديري 2023-2024 حوالي 650 ألف طن حتى 20 من مايو الجاري. وأشار بيان لوزارة الزراعة إلى أن أهم الدول المستوردة للبطاطس المصرية هي دول الاتحاد الأوروبي بنحو 350 ألف طن، وروسيا بحوالي 50 ألف طن، والدول العربية بنحو 180 ألف طن، ومجموعة أخرى من الدول بنحو 70 ألف طن. أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن قلقها بسبب تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية التي تعد خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني. وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وشركائها في حاجة لبذل كل ما في وسعهم لتحقيق الاستقرار اقتصاديا للضفة الغربية. كان وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموريتش أكد على احتمالية عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو القادم، والذي يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل الإسرائيلي لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط بعد أن كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مناقشات بشأن مزيد من التشديد النقدي، إذ ظل التضخم مرتفعا وهي خطوة قد تضر بالطلب على النفط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% ليبلغ مستوى 81 دولارا و44 سنتا للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.7% ليبلغ 77 دولارا و3 سنت للبرميل. وكذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.1% لتصل إلى $2.74 سنتا للبرميل، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.4% لتسجل $2 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسية على حاله للشهر الثاني على التوالي على الرغم من ارتفاع التضخم في تركيا. وأكدت لجنة سياسات البنك المركزي النقدية أنها قررت إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 50% مع الانتباه لمخاطر التضخم. هذا وبلغ التضخم 69.8% على أساس سنوي في إبريل الماضي في تركيا. وأشار المركزي التركي إلى أنه سيتم تجديد السياسات النقدية حال توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في معدلات التضخم. أكدت مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال أن منطقة اليورو تشهد تسارع نمو نشاط القطاع الخاص في مايو الحالي، بينما تباطأت زيادة الأسعار التي تفرضها الشركات. هذا ارتفع المؤشر الذي يحتسب بناء على استطلاعات شركات من 51.7 في إبريل الماضي إلى 52.3 في مايو الحالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 12 شهرا، ما يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للشهر الثالث على التوالي. وأكدت مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال تباطؤ تضخم أسعار التكاليف والأسعار التي تفرضها الشركات مقررة بشهر إبريل الماضي.
نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى هبة وفاطمة. شكرا محمد عبد الله على هذه الوقفة الاقتصادية.